فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة جدا تسأل عن يوم عاشوراء، فهل يعتد فيه بالتقويم أو بإتمام ذي الحجة 30 يوما؟ هل يكون يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء وفقكم الله؟ الحمد لله، المسلم إذا اجتهد وعمل بالظاهر يكفي هذا، فيعمل بالتقويم لا بأس، لكن مع الاحتياط، إما أن يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام يوم الأحد والاثنين والثلاثة، أو يصوم يومين يوم الاثنين والثلاثة، فكل هذا احتياط، الحمد لله. نعم.